السلام عليكم عصابة الربح، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. معانا النهاردة موقع استثماري جديد لإيداع 5 دولار وإثبات سحب 2 دولار، أو هنعملهم يعني لايف في الفيديو السحب ونشوف الموقع صادق ولا لأ. اللي عايز يودع في الموقع ده يودع، اللي مش عايز براحته. الإيداع هنا على مسؤوليتك أنت. نروح كده للموقع مع بعض ونشوف خطته الاستثمارية. الموقع هو الخطة بتاعته بتديك 168% بعد 3 أيام ونص بحد أدنى 1 دولار، يديك 2% كل ساعة، 192% بعد 4 أيام، وبرضه 2% كل ساعة. لو نزلنا كده هنلاقي الموقع إحصائياته، الموقع شغال بقاله يوم، إجمالي الاستثمار فيه 1000 دولار، إجمالي السحب منه 188 دولار، مجموع الحسابات 303 دولار. هنا اقتراحات وهنا آلة حاسبة تقدر تحسب بيها أرباحك. بيقولك لو أنت قطعت 10 دولار بعد 3 أيام ونص الخطة ما تكون خلصت هيكون جالك 16.80 سنت. هنا الإحالة تقدر تشوف المستويات والأرباح، وهنا الإيداعات الأخيرة وكل حاجة في الموقع. هنطلع فوق كده عشان تسجل في الموقع، بتدوس على كلمة تحقق فيه من هنا، على حسب الموقع عندك هيترجم ولا لأ المتصفح عندك. المهم يعني بتكتب هنا اليوزر نيم الخاص بيك، وهنا الباسورد، وهنا الباسورد برضو، وهنا الإيميل، وبتعلم علامة صح وتدوس على تسجيل. الموقع ده اصلا اللغه بتاعته بالروسي، تقدر تختار اللغه الانجليزي من هنا. هندوس دلوقتي على تسجيل دخول وهندوس على دخول. كده الحساب بتاعنا معانا 2 دولار في الحساب. انت ما لازم طبعا اول ما بتسجل بتحط عنوان المحافظ بتاعتك. بنحط عنوان المحافظ ازاي؟ بندوس على كلمه تخصيص من فوق هنا، هيظهر لنا بيقول لك اول واحده الباير وتاني واحده البرفكت ماني. هو بس عشان الموقع زي ما قلت لكم ترجم بالعربي فجايب كلام كده. المهم يعني لو انت اخترت لغة الانجليزي هتلاقيه معاك كاتب الباير والبرفكت ماني، اهو يلغي بس الترجمة الباير والبرفكت ماني. هنرجع تاني للحساب بتاعنا وهنشوف ازاي نعمل فيه ايداع وازاي نسحب الفلوس بتاعتك. عشان تعمل ايداع بتدوس على انشاء ايداع من هنا، بيفتح معاك بالمنظر ده، بتكتب مبلغ الايداع بتاعك، بتختار الخطة. انت مثلا عايز الخطة الاولى اللي من 1 دولار ل50 دولار، تختار بعد كده النظام، مثلا تدودع من الباير، وبتكتب مبلغ الإيداع هنا مثلا 10 دولار، تكتب كده المبلغ اللي انت عايز تودعه، وبندوس على إيداع. اهو بيقول لنا تفاصيل هنا، وتدوس على إيداع هيحولك لبنك الباير تعمل إيداع بتاعك عادي. دلوقتي رجعنا للصفحة الرئيسية عشان نعمل سحب الموقع، بندوس على كلمة سحب. طبعا بتكون بعد ما ضفت المحفظة بتاعتك عشان ما تنساش تضيف المحفظة وتيجي تسحب، مش هيرضى يسحب معاك. ان هنا بتقدر تسحب على اللي انت عايزه، عايز تسحب على الباير هيسحب معاك، عايز تسحب على البرفكت ماني هيسحب معاك. احنا مثلا نحدد الباير كده ونكتب المبلغ اللي احنا عايزين نسحبه الـ2 دولار، وهندوس على سحب. خلاص كده تم التحويل بنجاح، وادي البيتش اي دي. نروح كده نشوف الموقع دفع ولا لا. ادي الايداع اهو، قصدي اسف السحب وصل اهو 1 دولار 98 سنت بعد خصم عمولة الباير اللي هي 0.5%. ادي اسم الموقع موجود اهو، وادي عنوان المحفظة تحولنا منها. بس كده ادي الموقع كده صادق، وياريت تستغلوه. اللي عايز يودع فيه زي ما قلتلكوا براحته، اللي مش عايز برضو اللي يريحه، والايداع هنا يكون على مسؤوليته هو. بس كده خلصنا فيديو النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.